الرئيس السيسي يؤكد لوزير الدفاع الأمريكي أهمية تكثيف الجهود للتهدئة بالأراضي الفلسطينية. رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن تكلفة الحزمة الاجتماعية لزيادة الأجور والمعاشات بلغت 150 مليار جنيه سنوياً. شكري يعلن اعتماد مجلس وزراء الخارجية العرب قراراً بشأن سد النهضة وإدراجه بنداً دائماً على جدول أعمال مجلس الجامعة. 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلاً بحضراتكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لايد أوستن وزير الدفاع الأمريكي والوفد المرافق له. خلال هذا اللقاء أكد السيد الرئيس حرص مصر على تدعيم الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة. شهد اللقاء التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، حيث حرص السيد الرئيس في ذلك الإطار على تأكيد أهمية تكثيف الجهود الدولية لتحقيق التهدئة في الأراضي الفلسطينية ووقف الإجراءات الأحادية والتصعيد. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد لايد أوستن وزير دفاع الولايات المتحدة الأمريكية والوفد المرافق له، بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسيد دانيال رومنشتاين القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة. صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس أكد خلال اللقاء حرص مصر على تدعيم الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، فضلاً عن تكثيف التعاون والتنسيق القائم بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما العسكري والأمني، في ضوء أهمية ذلك لدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار وترسيخ السلام في منطقة الشرق الأوسط. من جانبه، أعرب وزير الدفاع الأمريكي عن تسمين بلاده عالياً للقيادة المصرية والدور المهم لمصر في الشرق الأوسط كقوة استقرار رشيدة ومسؤولة، مؤكداً حرص الولايات المتحدة على مواصلة دفع وتطوير التعاون والشراكة الاستراتيجية مع مصر، خاصة في شق التعاون الدفاعي الذي يمثل الركيزة الأساسية للعلاقات بين الدولتين. أشار المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، حيث حرص السيد الرئيس في هذا الإطار على تأكيد أهمية تكثيف الجهود الدولية لتحقيق التهدئة في الأراضي الفلسطينية ووقف الإجراءات الأحادية والتصعيد، مؤكداً أن حل الدولتين وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة يعد طريقاً نحو تحقيق السلام العادل والشامل لصالح جميع شعوب المنطقة. كما تطرق اللقاء إلى جهود تعزيز السلم والاستقرار على المستوى الدولي في ضوء الأزمات العالمية المتلاحقة التي تلقي بظلال سلبية على مختلف دول العالم. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً للاطلاع على موقف تشييد وتطوير عدد من الموانئ البحرية. ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف جهود تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر وبتحويل ذلك إلى قيمة اقتصادية مضافة في إطار عملية بناء القدرة الوطنية. عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً مع الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية ولواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ولواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية ولواء بحري أركان حرب محمد فكري والعميد بحري عادل بحيري القوات البحرية والدكتور حسن أبو سعدة استشاري الأعمال البحرية والدكتور إسماعيل شاكر مجموعة شاكر الاستشارية والمهندس معتصم الغربلي مجموعة شركات الغربلي والمهندس أحمد عبد العظيم والمهندس حسام القاضي مكتب دار الهندسة. صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على موقف الأعمال الجارية لتشييد وتطوير عدد من الموانئ البحرية، خاصة موانئ العريش والأدبية وأبو قير وجرجوب وفقاً لأحدث التقنيات الهندسية والإنشائية والبيئية.
بما يشمل حواجز الأمواج ومحطات تداول الحاويات والأرصفة والمحطات متعددة الأغراض والمناطق اللوجستية والسياحية العالمية، وذلك في إطار المشروع القومي لتطوير الموانئ البحرية على مستوى الجمهورية. ذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه خلال الاجتماع بتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر والمزايا التفضيلية التي تتمتع بها كنقطة التقاء ومرور على خطوط المواصلات البحرية العالمية، وتحويل ذلك من خلال الجهد الشاق والعمل الدؤوب من جانب الدولة والقطاع الخاص إلى قيمة اقتصادية مضافة في إطار عملية بناء القدرة الوطنية في جميع المجالات. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مجلس الوزراء قد أقر حزمة حماية اجتماعية لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكوادر الخاصة والمعاشات والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، وذلك بتكلفة تقديرية سنوية تبلغ 150 مليار جنيه. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مدبولي عقب اجتماع الحكومة بمقر العاصمة الإدارية مع كبار شركات الاستثمار العاملة في مصر. ناقش مجلس الوزراء كل القوانين اللي هتم من خلالها تفعيل هذه الحزمة الكبيرة جدا اللي أطلقها فخامة الرئيس، فيما يخص طبعا التعجيل بزيادة المرتبات والعلاوات وتبدأ من 1/4 أو 1 إبريل الشهر القادم، وأيضاً أن يكون هذه الحزمة بقيمة 1000 جنيه لكل طبعاً واحد من العاملين في الدولة، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة لتبقى 3500 والدرجة الثالثة 5000، الحد الأدنى لحاملي الماجستير والدكتوراه، زيادة المعاشات ب 15% برضو بدءاً من 1/4، زيادة قيمة القيمة المالية لتكافل وكرامة أيضا بنسبة 25%. فالحقيقة يمكن إحنا كان طول يعني الفترة، لأن إحنا كنا بنناقش بالتفصيل القوانين والقرارات الخاصة بتفعيل هذه الحزمة إن شاء الله. وأنا يمكن عايز أقول بس إن هذه الحزمة، حدي لحضراتكم الأرقام، إن إحنا كلفة هذه الحزمة على الدولة هتبقى في السنة 150 مليار جنيه. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه خلال هذا العام ستتحمل الدولة مبلغ 54 مليار جنيه كعبء إضافي عن السلع التموينية والخبز، وسيكون هناك عبء إضافي للمواد البترولية وبصفة خاصة السولار وأنبوبة البوتاجاز بما يقرب من 45 مليار جنيه تتحملها الدولة تخفيفا عن المواطنين. وأشار مدبولي إلى أن الدولة تتخذ كافة الإجراءات في إطار حرصها الشديد على توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين ولمساندة المواطن في تلك الظروف الصعبة. الدولة المصرية على مدار الأزمة العالمية وما زلنا بنتحمل جزء كبير جدا من العبء نتيجة لزيادة وارتفاع أسعار المواد الأساسية، وعلى الأخص هنا أنا بتكلم على القمح وأيضا السلع التموينية وأيضا المواد البترولية اللي احنا ما زلنا بندعم جزء كبير جدا منها. هنا بتكلم على الأخص على موضوع السولار وعلى موضوع أنبوبة البوتاجاز. أنا حدي لحضراتكم بس رقمين. احنا كان محطوط في الموازنة أرقام محددة لسواء للدعم السلع التموينية والخبز وأيضا للمواد البترولية. أنا عايز أقول بس إن هذا العام نتيجة للارتفاعات الكبيرة هيبقى هناك عبء إضافي للسلع التموينية والخبز 54 مليار جنيه برضو الدولة المصرية بتتحمله، وحيكون هناك عبء إضافي للمواد البترولية وتحديدا السولار وأنبوبة البوتاجاز حيصل إلى ما يقرب من 45 مليار جنيه. لما نجمع الاثنين احنا بنتكلم في 100 مليار جنيه أخرى. كما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة قد أطلقت بوابة إلكترونية يقوم المستثمر بتقديم شكواه من خلالها. وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي أن الوحدة المختصة بحل مشاكل المستثمرين تجتمع بحد أقصى كل أسبوعين. حضراتكم تتذكروا أن يعني كان هناك قرار
بأن تنشأ وحدة لحل مشاكل المستثمرين، والوحدة دي تحت إشراف المباشر برئاسة مساعد أول رئيس الوزراء وعضوية رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء وكل الجهات السيادية والرقابية اللي موجودة في الدولة، علشان ناخد قرارات سريعة وحاسمة في حل مشاكل الاستثمار اللي موجودة في الدولة المصرية، بالإضافة إلى الآليات الأخرى اللي موجودة. ويمكن إحنا كنا حريصين إن إحنا يعني بقدر الإمكان نعلن عن هذه الوحدة، ونحاول إن إحنا نشجع كل المستثمرين إن هم يتقدموا عليها. وأيضا بالإضافة لده يعني أطلقنا بوابة إلكترونية لنفس الموضوع، علشان اللي مش عايز يجي ويتقدم بصورة مباشرة يقدر من خلال هذه البوابة أيضا إن هو يتقدم بمشكلته. إحنا من ساعة ما بدأنا هذا الموضوع تلقينا 1615 شكوى، تم الحقيقة البت في 1260 شكوى منهم، يعني 80% منهم خدنا فيهم قرارات نهائية. ال 1260 شكوى دول منهم 1000 قرار اللي احنا بتنا فيهم، منهم 1000 شكوى طلع القرار لصالح المستثمر. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع مسؤولي شركة تشاينا إنرجي الصينية لاستعراض مجموعة من المشروعات والاستثمارات المقترحة. وخلال الاجتماع رحب مدبولي برغبة الشركة الصينية في الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر وإنتاج الطاقة. من جانبه قال رئيس الشركة الصينية إنه من المقرر إرسال فريق من الشركة الشهر القادم لبحث تفاصيل مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر باستثمارات بقيمة 5.1 مليار دولار، على أن يبدأ التنفيذ مايو المقبل. بدوره أكد رئيس مجلس الوزراء الاستعداد لتقديم أكبر حزمة ممكنة من الحوافز اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات وتوطينها محليا، كما وجه بقيام الوزراء المعنيين بمتابعة موضوعات التعاون التي تم عرضها حتى يتسنى تسريع التوافق على خطوات التنفيذ. التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي برئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز والوفد المرافق له من أعضاء المجلس. أكد مدبولي الدور المهم للمجالس النيابية في توطيد العلاقات بين البلدين، مشيدا بما تشهده العلاقات بين المؤسسات التشريعية المصرية والأردنية من تعاون. من جهته أشاد رئيس مجلس الأعيان الأردني بالجهود التي يبذلها الرئيس السيسي وأخوه الملك عبد الله الثاني في دعم التعاون العربي المشترك، مؤكدا تطلع بلاده لتعزيز علاقات التعاون مع مصر في مختلف المجالات. أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر. جاء ذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد الذي يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق في 9 مارس عام 1969. أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والذي يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق في 9 مارس عام 1969. وقام القائد العام للقوات المسلحة يرافقه الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية بوضع باقة من الزهور على النصب التذكاري للجند المجهول. سلام الشهيد، سلام سنة. كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد.
ثم توجه لقراءة الفاتحة على قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات. وفي نهاية مراسم الاحتفال قام بتحية عدد من كبار قادة القوات المسلحة. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالسيد لايد أوستن وزير الدفاع الأمريكي والوفد المرافق له. تناول هذا اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وزيادة مجالات التعاون العسكري، كذلك جهود القوات المسلحة المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، بالإضافة إلى ملف التدريبات المشتركة. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالسيد لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وزيادة مجالات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين، كذلك جهود القوات المسلحة المصرية في مجال تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة ملف التدريبات المشتركة بين كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية. وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بزيارة وزير الدفاع الأمريكي لمصر، والتي تأتي امتداداً لعلاقات راسخة من الشراكة والتعاون المثمر مع الولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات العسكرية، وحرص القوات المسلحة المصرية على زيادة أواصر التعاون والشراكة في العديد من المجالات على نحو يلبي المصالح المشتركة للبلدين. من جانبه أكد وزير الدفاع الأمريكي على حرص بلاده على تعزيز أوجه العلاقات العسكرية مع مصر، كونها دولة محورية ورائدة بالمنطقة، فضلاً عن دورها الداعم للأمن والاستقرار والسلام بالشرق الأوسط، معرباً عن تطلعه بأن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون المشترك في المجال العسكري. حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين. بعث وزير الداخلية محمود توفيق ببرقية تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد. أعرب وزير الداخلية خلال البرقية لهم وللمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والجنود والصناع العسكريين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام عن عميق التقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد. شاركت وزارة الداخلية في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة من خلال تنظيم عدد من الفعاليات. تضمنت هذه الفعاليات زيارات للمستشفيات ودور رعاية المسنات وتوزيع هدايا على المرأة المعيلة والاحتفال بالسيدات في أندية الشرطة. تحرص وزارة الداخلية ومن منطلق مسؤولياتها الاجتماعية على الاحتفاء بالمرأة وتكريمها في كافة المناسبات. في هذا السياق شاركت الوزارة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، والذي يعد فرصة للتعبير عن دعم الوزارة لها ومساندتها، حيث وجهت الوزارة مأموريات لمختلف المحافظات لتوزيع عبوات غذائية على السيدات المعيلات الأكثر احتياجاً، تقديرا لعطائهن ودورهن الكبير في تحمل المسؤولية، حيث تأتي هذه اللمسة الإنسانية من الوزارة من منطلق حرصها على استمرار الدعم المقدم لهن. كل سنة وانتم طيبين، وشكرا للداخلية وشكرا للرئيس، دايما فاكرين تحيا مصر. وبنشكر الرئيس وربنا معاكم يا رب، وبنشكركم ألف شكر.
وتنوعت مشاركات وزارة الداخلية في الاحتفال بهذه المناسبة، حيث قام وفد من قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بتنظيم زيارات لعدد من المستشفيات وإهداء السيدات المترددات عليها هدايا عينية، وهو ما لقى إشادة كبيرة منهن وبالدور الاجتماعي الذي تقوم به وزارة الداخلية. الدعم الذي تقدمه الوزارة للمرأة تجسد في زيارات لدور رعاية المسنات لمعرفة احتياجات النزيلات وتلبيتها، وكذا توزيع هدايا عليهن، وهو ما استقبله النزيلات بإشادة كبيرة وبالرعاية المقدمة لهن طوال العام. أنا سعيدة بيكوا جداً جداً جداً، والله العظيم مليين عليا الدنيا كده. أنتوا تشكروا على المجهود الكبير اللي بتعملوه، أنا شايفة إن البلد بتتحسن بيه. كما نظمت الوزارة احتفالات بهذه المناسبة بأندية الشرطة للسيدات من نزيلات دور رعاية المسنات. احنا انبسطنا جداً، وربنا يا رب يخليهم يعني هم عملوا معانا النهارده. انا بشكر وزارة الداخليه اللي هم عملوا النهارده معانا وبيعملوا على طول ان شاء الله ان شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين. الاحتفال باليوم العالمي للمراه تضمن اهداء الوزاره مستلزمات زواج لعدد من السيدات المقبلات على الزواج بمختلف المحافظات في اطار مبادره كلنا واحد هديه العروسه تحت رعايه رئيس الجمهوريه. وكان يوم سعيد النهاردة، كنت مبسوطة جداً إن أنتوا كنتوا معايا، وإن أنا كأهلي والناس اللي كانت معايا كانوا مبسوطين جداً، وشكراً للرئيس ووزارة الداخلية إن هم ساعدوني وجابوا أنا كعروسة انبسطت بالحاجات اللي هم جابوها لي. شكراً لمبادرة كلنا واحد ولوزارة الداخلية على مساعدتهم لينا وكده، وبجد انبسطت جداً بالجهاز. أنا أصلاً كنت جاية ما كنتش عارف إن في جهاز وكده، وانبسطت بالدعم ده، وشكراً لسيادة الرئيس وشكراً للمبادرة. هذه الاحتفالات تؤكد على الدعم المتواصل الذي تقدمه وزارة الداخلية للمرأة تقديراً لدورها الفاعل في المجتمع. عزيمات مصر، كل عام وأنتن جميعاً بخير. توجهت السيدة انتصار السيسي بالتحية والتقدير لكل سيدة مصرية مخلصة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وأكدت عبر حسابها على صفحات التواصل الاجتماعي في هذه المناسبة أن الدولة المصرية مستمرة في جهود تمكين السيدات على كل المستويات والأصعدة، إيمانا بأن المرأة شريك أساسي وعنصر فاعل في بناء الجمهورية الجديدة. وصلت المرأة المصرية لمرحلة غير مسبوقة من المشاركة والاستفادة من البرامج والمبادرات، فكان لها أكبر نصيب من هذه البرامج. يأتي ذلك في ظل خطوات جادة دعمتها القيادة السياسية التي آمنت بالمرأة المصرية ودورها المحوري على الصعيد السياسي. إن احترام المرأة المصرية وتقدير دورها قديم قدم الحضارة المصرية، حيث وصل هذا التقدير في عهد التاريخ القديم إلى درجة التقديس، فكانت رموز الحكمة والعدل والقوة في صورة امرأة، وبهذا تكون المرأة المصرية قد سبقت نساء العالم في تعظيم مكانتها في المجتمع. عصر ذهبي غير مسبوق تعيشه المرأة المصرية، شهد انطلاق خطوات تمكينها في كل مجالات الحياة بعد نضال طويل، وبعد أن أثبتت أنها شريك أساسي وطرف رئيس في معادلة تقدم الوطن. خطوات عملاقة دعمتها القيادة السياسية التي آمنت بالمرأة المصرية ودورها المحوري على الصعيد السياسي. وها هي الأرقام تكشف عن قفزات ضخمة في مجال تمكينها، حتى وصل عدد نائبات مجلس الشيوخ 40 نائبة، وفي مجلس النواب 162 نائبة، فضلاً عن 6 وزيرات و66 قاضية و677 مستشارة و37 نائبة لرئيس هيئة قضايا الدولة، وهي أرقام تمثل علامات فارقة في تاريخ مصر الحديث. وعلى الصعيد الاجتماعي وصلت المرأة لمرحلة غير
مسبوقة من المشاركة والاستفادة من البرامج والمبادرات، فكان لها أكبر نصيب من تلك البرامج إلى جانب صرف التأمينات الاجتماعية والمعاشات. وعن تعزيز آليات تمكين المرأة في المجتمع، فقد كانت التكليفات الرئاسية سبباً للعديد من التشريعات المساندة للمرأة، فأصدر مجلس النواب قانوناً مستقلاً لمنع الزواج المبكر، وتم منع التمييز القائم على الجنس إلى جانب تعديل قانون المواريث الذي صار يقضي بعقاب الممتنعين عن سداد ميراث المرأة وتغليظ عقوبة المتحرش وتفعيل مبادرات مناهضة العنف ضدها. ولم تغفل القيادة السياسية دورها في الحفاظ على صحة المرأة، فأطلق الرئيس السيسي العديد من المبادرات لدعم صحتها، كان أبرزها 100 مليون صحة ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي وغيرها، لتصبح مكتسبات المرأة في السنوات الأخيرة من أهم الإشارات الملهمة ودليل بداية قوية وسليمة للجمهورية الجديدة. أكد وزير الخارجية سامح شكري العمل على احتواء التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيرا إلى وجود جهود تبذل للدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية مع الأمين العام لجامعة الدول العربية عقب اجتماع الدورة 159 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية. شهدت الدورة تأكيدا من خلال قرارات وبيانات الوفود على مركزية القضية الفلسطينية وعلى الموقف العربي الثابت في الدفاع عن السلام العادل وعن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، كما أود أتقدم بالتعزية في ضحايا الاقتحام الأخير لمخيم جنين، وأجدد الإدانة لهذه الاقتحامات وما تسفر عنه من ضحايا. أعلن وزير الخارجية سامح شكري اعتماد قرار بشأن سد النهضة وبطرحه كبند دائم على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية، بما يؤكد الالتزام العربي بحماية حقوق دول المصب لنهر النيل. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في ختام أعمال الدورة 159 لمجلس الجامعة العربية، وذلك على مستوى وزراء الخارجية برئاسة مصر. اعتمد المجلس قراراً عن سد النهضة، وتم إدراجه كبند دائم على أجندة عمل الاجتماعات الوزارية والقمم العربية القادمة، بما يعكس اتفاقاً عربياً حول حماية حقوق دول المصب، وتأكيداً على ضرورة تمتع إثيوبيا بالمرونة اللازمة للتوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن السد. شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على ضرورة عدم إقحام المجلس الوزاري في قضايا يمكن أن تحسمها الأطراف الثنائية. وخلال مؤتمر صحفي أكد أبو الغيط أن الجامعة ليس لديها آلية للتعامل مع الزلازل. الجامعة تبينت في موضوع الزلزال في سوريا وتركيا أن ليس لديها آلية مثل المنظمات الدولية للتعامل مع مثل هذه النكبات، ودار حديث حول ما هو الأسلوب الأصلح للتعامل مع هذا الموضوع، أخذا في الاعتبار أن الجامعة ليس لديها تاريخيا آلية للتعامل مع هذه النكبات. أيضا طرح البعض ووافق الوزراء على ضرورة عدم إقحام مشكلات ثنائية بين الدول العربية على اجتماعات المجلس الوزاري، لأنه المجلس الوزاري سيجد نفسه في وضع غير قابل على التعامل مع هذه المسائل. أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أنه لا يوجد خارطة طريق فيما يتعلق بكيفية التعامل مع الملف السوري في إطار الجامعة العربية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في ختام أعمال الدورة 159 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة مصر. موضوع سوريا حظي بنقاش أثناء الجلسة التشاورية، وبعض الدول الأعضاء تحدث بمواقف واضحة فيما يتعلق بالوضعية من سوريا. بصفة عامة أستطيع القول بقدر كبير جدا من الثقة أنه لا يوجد حتى هذه اللحظة
خريطة طريق أو وضوح رؤية فيما يتعلق بكيفية التعامل مع الملف السوري في إطار الجامعة. نشرة التاسعة تتواصل معكم على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. زيلينسكي وغوتيريش يؤكدان أهمية استمرار مبادرة حبوب البحر الأسود إلى ما بعد 18 من مارس. وفي الأزمة الأوكرانية أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أهمية مواصلة مبادرة حبوب البحر الأسود لما بعد 18 من مارس. جاء ذلك على هامش زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للعاصمة الأوكرانية كييف. اتفقنا اليوم على أن استمرار مبادرة حبوب البحر الأسود بعد 18 من مارس أمر بالغ الأهمية للعالم بأسره، وبالمثل من المهم مواصلة العمل على مبادرة الحبوب من أوكرانيا. في إطار هذه المبادرة الخاصة تمكننا بالفعل من تخصيص ما يقرب من 200 مليون دولار وتصدير أكثر من 140 ألف طن من الحبوب الأوكرانية إلى أوروبا وكينيا وإثيوبيا والصومال والبلدان التي تعاني من المجاعة. أنا متأكد من أنه بالعمل مع الأمم المتحدة نستطيع تطوير هذه المبادرة بالإضافة إلى مبادرة حبوب البحر الأسود، وسيوفر هذا المزيد من الضمانات للأمن الغذائي العالمي. شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة استمرار مبادرة حبوب البحر الأسود. وخلال زيارته إلى كييف أكد غوتيريش أهمية تهيئة الظروف لتمكين أقصى استخدام ممكن للبنى التحتية لتصدير الحبوب. أود التأكيد على الأهمية الحاسمة لاستمرار مبادرة حبوب البحر الأسود في 18 من مارس والعمل على تهيئة الظروف لتمكين أقصى استخدام ممكن للبنى التحتية للتصدير عبر البحر الأسود بما يتماشى مع أهداف المبادرة. قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن ريبيكا غرانسبن أكبر مسؤولة تجارية في المنظمة ستجتمع مع مسؤولين روس في جنيف الأسبوع المقبل لمناقشة تمديد العمل باتفاق يتيح تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة إن هذه تعد الخطوة القادمة وأنه سيتم النظر ما إذا كانت هناك حاجة لأكثر من ذلك، مشيرا إلى أن الأمين العام للمنظمة سيواصل فعل كل ما بوسعه لإزالة العقبات من أمام صادرات الأسمدة الروسية.
بحث وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في العاصمة السويدية ستوكهولم عددا من الموضوعات أبرزها أمن أوروبا ودعم أوكرانيا. هذا وطالب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزينكوف من نظرائه الأوروبيين تزويد كييف بالذخائر وبأنظمة الدفاع الجوي، مشيرا إلى أن بلاده بحاجة إلى 1,000,000 قطعة من الذخيرة بشكل عاجل. من جانبه شدد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس على ضرورة الاستمرار في دعم كييف على الرغم من توقعه أن العمليات العسكرية في أوكرانيا سيطول أمدها. وأعلن بيستوريوس أن الدبابات الألمانية ستكون في أوكرانيا نهاية الشهر الجاري مع جنود مدربين على استخدامها. من جانبه اقترح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تخصيص 1,000,000,000 يورو من صندوق السلام الأوروبي لدعم أوكرانيا بالذخيرة في أقرب وقت ممكن. قال بوريل إن تعزيز الصناعات الدفاعية والعسكرية تعد أمرا ضروريا وحيويا لأوروبا، مشيرا إلى أنه يجري حاليا بحث زيادة إنتاج الذخيرة وإرسال المزيد من الأسلحة لأوكرانيا. وطالب بوريل بتفعيل العقوبة ضد منتهكي حقوق الإنسان. حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أرزولا فاندرلاين في خطاب أمام البرلمان الكندي في أوتاوا من أن الاتحاد الأوروبي لن يقبل أبدا بأن تهدد روسيا أمنه. وقالت فوندرلاين إنهم لن يقبلوا أبدا أن ترسل قوة عسكرية لديها أحلام إمبراطورية ترسل دباباتها إلى ما وراء الحدود الدولية في إشارة إلى روسيا. ونشدت رئيسة المفوضية الأوروبية البرلمان الكندي بتقديم دعم عسكري واقتصادي واسع لأوكرانيا. وكانت المسؤولة الأوروبية تعهدت خلال زيارة إلى قاعدة عسكرية كندية بتزويد أوكرانيا بمولدات كهربائية لتعويض جزء من النقص الشديد الناجم عن القصف الروسي لمنشآت الكهرباء في البلاد. Because Ukrainians have all the قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمام لجنة بمجلس النواب في إطار شهادة حول الاقتصاد والسياسة النقدية إنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن مقدار الزيادة في أسعار الفائدة في الاجتماع القادم في مارس الجاري حتى دراسة البيانات الإضافية. كان البيت الأبيض قد طالب مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالتمهل فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة. على استحياء جاءت دعوة البيت الأبيض للبنك المركزي الأمريكي من أجل التمهل في رفع أسعار الفائدة، مشيرا إلى أنه لن يتدخل في السياسات النقدية لمجلس الاحتياط الاتحادي. الإدارة الأمريكية أوضحت أن دعوتها للبنك المركزي جاءت لعدم الاعتماد كثيرا على بيانات شهر واحد، مشيرة إلى أن المواطن الأمريكي يحتاج إلى التقاط الأنفاس. ويبدو أن المركزي الأمريكي يتجه لرفع الفائدة أعلى مما كان متوقعا بعد أن أظهرت بيانات حديثة تقدماً أقل مما كان يأمله مسؤول البنك في خفض التضخم. فرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الجمهوري المعتدل الذي يعتمد عليه البيت الأبيض لتوجيه الاقتصاد نحو هبوط سلس للاقتصاد ينخفض فيه التضخم دون الوقوع في براسن الركود، أعلن أن المصرف المركزي قد يسرع مجدداً وتيرة رفع معدلات الفائدة إلى مستويات تفوق ما كان متوقعاً. وخلال شهادته أمام الكونغرس أبدى باول أسفه إزاء التحول الجزئي للتقدم الذي اعتقد مسؤول الاحتياط الاتحادي أنهم شهدوه في انخفاض التضخم حتى نهاية العام الماضي.
يأتي ذلك بينما يستعد الرئيس الديمقراطي جو بايدن لحملة رئاسية ثانية تركز على توفير فرص العمل وزيادة الاستثمارات. وتشير مجموعة بيانات خاصة بشهر يناير، ومنها تقارير تظهر إضافة أكثر من 500,000 وظيفة وقوة الإنفاق الاستهلاكي القوي وقراءة تضخم أقوى من المتوقع، تشير إلى أن الاقتصاد قد لا يتباطأ إلى درجة يعتقد مسؤول المركزي الأمريكي بأنها لازمة لخفض التضخم إلى مستواه المستهدف والبالغ 2% سنوياً. ومنذ مارس الماضي رفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة مما يقرب من الصفر إلى النطاق الحالي من 4.5 إلى 4.75% لخفض التضخم من أعلى مستوياته في 40 عاماً، والذي بلغه في منتصف عام 2022. في الوقت نفسه أبطأ المركزي الأمريكي وتيرة الزيادة إلى 0.25 في اجتماعه الأخير بعد سلسلة من الزيادات الكبيرة خلال العام الماضي. ارتفعت الطلبيات الصناعية الألمانية على نحو غير متوقع في شهر يناير الماضي، وكشف مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني عن الطلبيات الصناعية التي سجلت زيادة بنسبة 1% خلال شهر يناير. وكان محللون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز انخفاض طلبيات 0.9% في يناير، وكانت طلبيات المصانع في ألمانيا قد ارتفعت بأكثر من المتوقع في شهر ديسمبر الماضي لتسجل 3.2%. مشاهدينا الكرام، لقاؤنا الآن اقتصادي. نتعرف على أهم أنباء المال والأعمال مع فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا ريهام الديب، شكرا نهى توفيق، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أعلن البنك المركزي تراجع رصيد الدين الخارجي لمصر بنهاية شهر سبتمبر الماضي ليسجل 155 مليار دولار، بتراجع قدره نحو 700 مليون دولار بمعدل 0.5% مقارنة بشهر يونيو الماضي. وأرجع البنك المركزي الانخفاض إلى تراجع سعر صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو 2.7 مليار دولار، بالإضافة إلى ارتفاع الصف المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 2 مليار دولار. ولفت إلى أنه وفقا للمؤشرات فإن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 32.4% نهاية سبتمبر عام 2022، وهي لا تزال في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله بشأن إصدار البنك المركزي قرارا بفرض رسوم على عمليات السحب لكافة البطاقات البنكية من خلال ماكينات الصراف الآلي تتراوح من 20 إلى 50 جنيه. وأكد المركزي أنه لا صحة لفرض رسوم جديدة على عمليات السحب النقدي من البطاقات البنكية مسبقة الدفع وبطاقات الخصم المباشر من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM، حيث يتم السحب مجانا من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك المصدر للبطاقة وبرسوم لا تزيد عن 5 جنيهات من أي ماكينة أخرى غير تابعة للبنك. كما أشار المركزي إلى أنه فيما يتعلق ببطاقات الائتمان كريدت كارد التي تمثل نسبتها نحو 7% من إجمالي عدد البطاقات البنكية في السوق المصري، فيتم تحديد رسوم السحب النقدية الخاصة بها من خلال البنك المصدر للبطاقة، وذلك بهدف استخدام تلك البطاقات في الأغراض المخصصة لها. في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التحول الاقتصادي الرقمي، اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لخدمة ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية، بما يتيح إجراء معاملات الدفع اللا تلامسية باستخدام التطبيقات عبر هذه الأجهزة. يأتي إصدار القواعد الجديدة استمرارا لجهود البنك المركزي الاستباقية في تعزيز التطور الرقمي، حيث يتيح الترميز إمكانية تسجيل بطاقات الدفع
الدفع على تطبيقات الأجهزة الذكية واستخدامها لإتمام عمليات الدفع على نقاط البيع الإلكترونية أو الشراء عبر الإنترنت بطريقة سهلة ومؤمنة ومبتكرة. على هامش فعاليات مؤتمر سيراويك العالمي للطاقة، عقد وزير البترول طارق الملا جلسة مباحثات مع وزيرة الطاقة الأمريكية، ناقش أوجه التعاون الحالية بين البلدين في مجال الطاقة وخاصة في مجال التحول الطاقي والعمل من أجل خفض الانبعاثات لمواجهة تغير المناخ. وأكد الوزير خلال اللقاء على أهمية نتائج قمة المناخ COP27 التي استضافتها مصر في نوفمبر الماضي، ووضعت صناعة البترول والغاز لأول مرة في دائرة الحلول لمواجهة آثار المناخ أو تغير المناخ. ومن جانبها رحبت وزيرة الطاقة الأمريكية بمشاركة مصر في مؤتمر سيراويك الدولي للطاقة مشيدة بدور مصر كشريك استراتيجي للولايات المتحدة في مجال الطاقة. ناقش وزير البترول طارق الملا مع رئيس التنفيذي لشركة إني الإيطالية كلاوديو ديسكالزي أنشطة الشركة في مصر في مجال إنتاج البترول والغاز والتعاون الإقليمي في تصدير الغاز الطبيعي المسال لأوروبا من خلال البنية التحتية لمصر. وأكد الجانبان خلال اللقاء على المضي قدما في خطط طموحة للإسراع بعمليات التنمية والإنتاج من الحقول ومناطق الامتياز التي تستثمر فيها شركة إني التي تمثل أكبر وأهم شريك استراتيجي لمصر في صناعة الغاز والبترول. التقى وزير البترول طارق الملا مع مديرة الطاقة بالمفوضية الأوروبية لاستعراض عدد من المبادرات التي يتم العمل عليها لعرضها في قمة المناخ القادمة COP28 بالإمارات. وخلال اللقاء استعرض الملا الجهود المصرية المبذولة على المستويين الإقليمي والمحلي لزيادة صادرات الغاز للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى الرغبة المشتركة في زيادة التعاون في مجال التحول الطاقي والتغير المناخي. وأعرب الملا عن رغبة مصر في العمل نحو وضع خطة تحول متكاملة بالإضافة إلى العمل على مختلف المبادرات بدعم الاتحاد الأوروبي لتقديمه خلال تلك القمة. في أسواق البترول العالمية انخفضت أسعار النفط بشدة لتواصل الخسائر الجلسة الثانية على التوالي مدفوعة بمخاوف من أن يؤدي المزيد من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة الأمريكية إلى الإضرار بالطلب، بينما تنتظر السوق مزيدا من الوضوح بشأن المخزونات. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.1% إلى 82 دولار و 38 سنت للبرميل، كما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.4% لتسجل نحو 76 دولار و47 سنت للبرميل، فيما تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.6% لتصل إلى 2.76 دولار سنت للتر. انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 25% لتسجل نحو 2.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. اتسع العجز التجاري الأمريكي بشكل معتدل في يناير الماضي مع زيادة الواردات والصادرات بقوة. وكشفت وزارة التجارة أن العجز التجاري زاد بنسبة 1.6% إلى 68 مليار و300 مليون دولار في يناير، يعكس جزء من اتساع الفجوة التجارية على الأرجح تجدد الزيادات في أسعار البضائع والسلع الأساسية. وزاد العجز التجاري للبضائع بعد تعديله وفقا للتضخم 3.6% إلى 101.8 مليار دولار في يناير. مشاهدينا نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لنهى وريهام لاستقبال ما تبقى من التسعة. شكرا فاطمة. أكدت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني أن الوزارة تسعى جاهدة لفتح أفاق التعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات والجهات المعنية بتقديم الخدمات والاهتمام بذوي الهمم من خلال تقديم الخدمة الثقافية والفنية والوصول بخدمات الوزارة وأنشطتها لكل فرد في المجتمع. جاء ذلك خلال توقيع وزيرة الثقافة بروتوكولا للتعاون مع المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إيمان كريم للتعاون في مجالات الإتاحة واكتشاف الموهوبين وتحقيق العدالة الثقافية لذوي الهمم.
والآن مشاهدينا الكرام إلى الأحوال الجوية والطقس، نتابعها مع فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا ريهام، شكرا نهى، وأهلا بكم مشاهدينا. ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء. وفي مائل بيان بدرجات الحرارة متوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 24 صغرى 14، اسكندريه 23 12، مطروح 20 11، بورسعيد 22 14، اسماعيليه 24 14، وجوها معتدل. بالنسبه للسويس 23 14، العريش 22 13، طابا 23 15، شرم الشيخ 26 16، الغردقه 25 15، وجوها ايضا معتدل. بالنسبه للاقصر 29 15، اسوان 30 15، الوادي الجديد 29 12، شلاتين 31 14، حلايب 28 15، وجوها ايضا معتدل. والان نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. مشاهدينا نبقى الآن مع لقطة اليوم. وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة، ولا يتبقى سوى التذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. الرئيس السيسي يؤكد لوزير الدفاع الأمريكي أهمية تكثيف الجهود للتهدئة بالأراضي الفلسطينية. رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن تكلفة الحزمة الاجتماعية لزيادة الأجور والمعاشات بلغت 150 مليار جنيه سنوياً.
شكري يعلن اعتماد مجلس وزراء الخارجية العرب قراراً بشأن سد النهضة وإدراجه بنداً دائماً على جدول أعمال مجلس الجامعة. لقاؤنا الإخباري انتهى، لكن هواء التاسعة ممتدة مع حضراتكم. مع يوسف الحسيني، مساء الخير يا يوسف. ازيك يا نهى؟ ازيك يا ريهام؟ عاملين ايه؟ طبعا لازم نهنيكم النهارده بيوم العالمي للمراه، فكل سنه وانتم طيبين. وانت طيب. وعقبالنا لما يبقى لنا احنا كمان يوم عالمي ان شاء الله. ونمكن وطبعا بكره يوم الشهيد ان شاء الله. يوم الشهيد بكره باذن الله باحتفاليه كبيره ان شاء الله، وبتشريف فخامه الرئيس باذن الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله. بالتاكيد مش هننسى يعني كل الناس اللي قدموا حياتهم علشان البلد دي تعيش يا فعلا رب. يعني حقيقي فعلا. اشكركم واستاذنكم نبدا فقراتنا. اتفضل.